مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وابنائها المخلصين في كل مكان. صباح الفل يا طارق. صباح الخير يا نهله، وصباح الخير على كل مشاهدينا، ويا رب يوم سعيد علينا وعليكم باذن الله، مليان تفاؤل وامل وسعاده يا رب ان شاء الله. النهارده عندنا ايه يا نهله؟ النهارده عندنا موضوع مهم جدا. طبعا انت عارف انه يعني كانوا دايما بيقولوا ان مصر اكثر دول العالم تلوثا، في حاجات كتير قوي بتشارك في تلويث الهواء، منها ظاهره حرق قش الرز. حرق قش الرز كان كل شهر 9 بنلاقي سحابه سودا كده مغطيه المكان في القاهره الكبرى، وده كان نتيجه حرق كميات كبيره جدا من قش الرز اللي ما بيعرفش الفلاح يتصرف فيها وبيتعامل معاها على انها مخلفات ما فيش منها قيمه او فايده. لكن النظره لقش الرز في العالم كله تغيرت بعد كده، واصبحت النظره اليه على انه ثروه قوميه ممكن الاستفاده منها. يعني ممكن تدوير قش الرز ده عشان نعمل منه اسمده للارض او علف، او ممكن اعتباره تربه والزراعه عليه، ممكن كمان يدخل في صناعه الورق او صناعه الاخشاب. وبالفعل بدات تعاقدات ما بين الفلاح وما بين وزاره البيئه، ما بين وزاره الزراعه وما بين وزاره البيئه، في عده بروتوكولات لتناول قش الرز ده بنوع من العناية والرعاية، أدت إلى تسليم الفلاح لكميات كبيرة جدا منه علشان تدخل في صناعات مهمة، وبالتالي الهواء أصبح أكثر جودة ونظافة في شهر 9 و10. الحمد لله ما بقيناش بنلمح السحابة السوداء. في نفس الوقت في عائد كويس للفلاح، وفي تخلص آمن من قش الرز بشكل يؤدي إلى تضاعف قيمته. النهارده هيكون معانا دكتور عبد القادر النقيب، أستاذ الهندسة الزراعية وعميد كلية الزراعة جامعة الأزهر سابقا، واللي هيكلمنا عن قش الرز وأهم الصناعات اللي بتقوم على قش الرز. النهارده يمكن هنتكلم كمان وهنعلق نهلة على جزء مهم جدا وحوار مهم جدا من لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس برئيس اليوناني ورئيس الوزراء اليوناني في جزيره كريت، وكان موضوع غايه في الاهميه، ومصر اخذت احتياطات كبيره بما اننا من الدول اللي فيها الهجره غير الشرعيه بتمثل رقم كبير الحقيقه. التحديات اللي خاضتها مصر في هذا المجال وعمليه الاستقرار الامني وعمليه الاصلاح الاقتصادي اللي بتتم هتؤثر بشكل مباشر على تقليل مكافحه او تقليل الهجره غير الشرعيه من شبابنا وابنائنا ابناء هذا الوطن. يمكن هنتكلم على كمان انه القمه السادسه لاليه التعاون الثلاثي، واللي ابرمت امس مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس نيكوس رئيس القبرصي، دي كانت جزئيه مهمه جدا. الحقيقه كان في جمله محوريه مهمه هنا اتكلم فيها السيد الرئيس، وقال انه سياسه مصر في مجال مكافحه الهجره غير الشرعيه سياسه وطنيه خالصه ونابعه من المبادئ الراسخه التي تتبناها مصر، منوها بان مصر اتخذت خلال العامين الماضيين اجراءات شامله شهد العالم بكفاءتها ونجاحها الكبير، وادت الى ايقاف الهجرة غير الشرعية من الأراضي المصرية. طيب إيه هي الإجراءات دي؟ إيه اللي عملته الدولة المصرية والسياسة المصرية على المستوى الخارجي والداخلي عشان نقلل من الكثافات ومن أبنائنا اللي بيموتوا في البحر عشان يروحوا هجرة غير شرعية؟ ده كله هنعرفه إن شاء الله في لقائنا مع الدكتورة غادة حلمي الباحثة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومناهضة الإتجار بالبشر، لانه الكلام ده موضوع مهم جدا، بنسمع كتير عن الهجره غير الشرعيه وبقالنا سنين طويله، لكن النهارده في خطوات حقيقيه وسليمه تمت عشان نوقف هذا النزيف من شبابنا اللي محتاجاه البلد في الفتره اللي جايه باذن الله. دي فقراتنا باذن الله، بعد الفاصل هنلتقي بحضراتكم وفقرتنا الاولى.